في ظل تواجد في وجود فلاحس في ظل تواجد هذه الإدارة لا يمكن أن أدرب الزراعة، لأن خطأت مرتين حقيقة. يعني الفترة الماضية هم قدمت كثيراً للنادي وهم ما حسيت أن هنالك تقدير وتقييم. كلام واضح وصريح من الكابتن تراض شنيش، لن أدرب الزوراء في ظل تواجد إدارة فلاحس. أنا تحياتي وتقديري للأخ العزيز الكابتن تراض شنيش أبو محمد، يعني تدري هو وجهة نظر الشخصية والرجل أكيد يعني عدة من المبررات يعني ومن الأمور اللي دعته أن يتكلم بهذا الكلام، لأنه أنت تدري يعني. مو أنا أرد أطرح عليك نفس السؤال. أنا مو الأخ أتكلم لك. لو عرض عليك تدريب الزوراء في ظل ما حصل معك مؤخرا وخروجك من الإدارة، راح تقبل؟ نفس ما تطرق إليه الكابتن راضي شنيشي، سأتكلم بنفس المنظر. اللي هو شنو؟ نفس ما تحدث به. أنسى ما تحدث به. نفس ما تحدث مع احترامي وتقديري لكل الإخوان اللي موجودين، لأنه أنت اليوم من تكون صادق مع إدارة وتحمل من القيم وتتعامل معها بهذا الشكل وتحترم اسم، أنا ما أتعامل مع شخص مثل ما الكابتن راضي ما بقدر ما نتعامل مع اسم وبعدين أنت من في ظروف وتأخذ من التعهد المفروض الآخرين عليهم. يعني احنا بدأنا مع الزوراء ب 17 لاعب، النادي كان متعثر واستلمنا المهمة وكيف وقفنا مع الشرطة ومتعثر وكانت ظروف كورونا والنادي من هم من تكلموا معي وبشخص